ينزلوا من درج يسمى المصلى المرواني. نحن كأبناء الشعب الفلسطيني نحتفل في كل سنة في تاريخ 30/3 بيوم الأرض. طبعا أبناء الشعب الفلسطيني لا يرتبطون بيوم من الأيام أو تاريخ من التواريخ تاريخ أي تاريخ معين، يرتبطون بكل أيام السنة بأرضهم فلسطين، متمسكين بحقهم بالعودة وتقرير مصيرهم. مخيم دير بلوط أحيينا ذكرى يوم الأرض. نحن فلسطينيين وسوريين كل عام نحيي هذه الذكرى. هذه الذكرى ليست لفلسطين فقط، إنما لكل أحرار العالم، لكل حر في العالم. هذه الذكرى نذكر أبناءنا وأحفادنا كي لا ينسوا أن لنا أرض لن ننساها مغتصبة بيد اليهود. احنا بنحتفل بيوم الارض كان لانه فلسطينيه، واحنا بنحب فلسطين بالفطره، وعلمنا اولادنا واحنا دمنا فلسطيني، ما بننسى فلسطين وين ما رحنا وين ما تجرنا، فلسطين بدمنا.